وبسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم فريق Lucky Generation Gamers، واليوم عندنا نظرة سريعة حق لعبة دمك Devil May Cry. بويك يا حمد. معاكم حمد ويعقوب. هلا والله. واليوم ما شاء الله راح تكون نظرتنا سريعة حق هاللعبة، لعبة الأكشن من فريق نينجا ثيري، إخراج تطوير كابكوم. لا ما تطوير، تطوير نينجا ثيري من كابكوم. توزيع كابكوم، توزيع كابكوم. ببلشر كابكوم. المطور هذا مطور بريطاني للعبتين من قبل، اللي هي هيفنلي سورد على البلايستيشن 3 وانسليفد على كل الاجزاء، على كل الاجهزه عفوا، بلايستيشن 3 والاكس بوكس 360. اقول كل اكثر من جزء لخبط زين. وهذه مثل ما تقول لعبتهم الثالثه، اثارت كثير من الجدل، لان اللعبه هذه ريبوت مو من السلسله الرئيسيه من الاجزاء القديمه او السلسله القديمه مالت كابكوم، فراح نشوف شغلات جديده، دانتي جديد. طبعا انا قاعد العب نسخه البي سي، فخلنا اوريكم مزايا نسخه البي سي قبل ما نبلش. ان فيها سالفه ان تغير طبعا الريزولوشن، نقدر نزيده احنا بس لغرض التسجيل، في اكو الجرافيكس تضيفه ترفع له الترا، وعندك ثلاث شغلات رئيسيه اللي هي الاتش دي تكستشر، اتش دي انتلايزنج اللي هو التنعيم الحواف، وفوق هذا عندك الاتش دي شادوز. فهذه من مزايا نسخه البي سي، يعني ظل اتش دي، ظل اتش دي نعم. اوكي، وطبعا غير هذا عندك الفريم ريت، اللي يفهم بالفريم ريت اللعبه فوق يعني تقدر تطوف 60 فريم بير سكند، ف يعني بس نقطه حبيت خلينا نقول ان الاداء قوي على البي سي، اداء اقوى على البي سي نعم. فالحين بنقي لكم مرحله، خلينا نبلش هالمرحله هذه. طبعا هرد بس على الصعوبات، انا عاجبين اسامي الصعوبات، اي اساميهم بط. هيومن هذا اضعف شيء، اي ديفل هانتر هذا اللي هو يعتبر الميديوم، نفلم اللي هو يعني تقدر تقول الهارد، بعدين عاد ما تخلص اللعبه تبطل لك الصعوبات هذول. هل اور هل، هل اند هل، لا في اكو سانو سبارتا دانتي ماست داي، هيفن اور هل، وبعدين في هل اند هل. جهنم جهنم ماكو. ماكو نحشه. حلو، فانت تخلص يعني شوف تخلص اللعبه بهالصعوبه تبطل لك هذه، يعني لا هي اللعبه خمس مرات يلا تطلع. ايوه عند هل، فخلنا نختار هالمرحله. طبعا انا شاريها بري بيرتشس من ستيم، فاعطوني اللي هو الالبس، هذا اللبس هذا شكله الاصلي دانتي، وهذا اللي مع اللي هو الالبس الزياده كدي ال سي، كان شكله القديم هذا. اي فخلنا نختار شكل من الاشكال الجديده، ايش رايك؟ لا خلنا على الاصلي، ولا الاصلي يلا خلنا سنه واحد الاصلي. طبعا في بعدين دي ال سي راح ينزلونه حق الاسلحه بعد، اللي هو يغير شكل السلاح بس مو اللعب، ما في حق. لا مو اللعب، لا بس شكل السلاح. يلا خلنا نبلش المرحله هذه من البدايه. ابدي دمك، ما قلت لي يعني ليش مسمينها دمك ديفل ماي كراي؟ هو اتوقع مسمينها دي ام سي بهالطريقه هذه على اساس تميز يعني حق اللاعبين او حق الناس انه يميزون ان هذه لعبه مو من تطوير كابكوم او من تطوير يعني نينجا ثيري، هذه شغله مثل لمسه نينجا ثيري يبون يخلونها بلعبتهم، عرفت؟ فهذا يمكن كان الديمو، اتوقع اللي لاعب الديمو راح يكون شايف هالمقطع، كنت ابي اوريكم مقطع ثاني، بس يعني تلاحظ ان التمثيل وايد حلو، وتمثيل الاصوات باللعبه وايد وايد يعني حلو الاداء. العالم غريب، الوانه حلوه. ليش بطل مساع طاير فيديو؟ شلون كان جلتش؟ يمكن عادي تصير سوالف. انزين فالحين دش ليمبو. ليمبو هو العالم مال الديمونز، عرفت شلون؟ اللي يبون مكان اللي يبون يطقون دانتي فيه. طبعا يعني ليمبو او ان دانتي خرب، اي دانتي ما يقدر يهجم، عرفت شلون؟ ويستخدم الاسلحه مالته والسوالف يطق الديمونز ويشوفهم الا بداخل ليمبو اللي هو العالم هذا، عرفت شلون؟ وبليمبو المدينه نفسها تبي تذبح دانتي، عرفت؟ تبي تحاول تتخلص على دانتي. وهذا البنية دائما وياه، هي اللي تساعده، هي تقدر تشوفه وهو داخل ليمبو، هي تقدر تكون داخل ليمبو بس فعليا هي بالعالم اللي برا، عرفت شلون؟ العالم الطبيعي، البعد الاخر، والبعد الاخر. انزين فالحين بالطيق تقدر هني تستخدم الاسلحه المختلفه اللي عندك، يعني مثلا انا عندي هني سلاح اللي هو اللي تستخدم فيه الرايت تريجر او الار 2، تستخدم اسلحه الديفل ويبنز او الديمون ويبنز، عرفت شلون؟ الاسلحه ثقيله مو شرط، يعني اوكي غالبا تكون ثقيله صح. زين وفي عندك اللي هي اللفت تريجر اللي تستخدم فيها ال شو يسمونه الانجل ويبنز، عرفت شلون؟ انا قاعد اشوفك صار صاعي الشبسين المحب. زين
فش يسمونه، وعندك هم بعد المسدسات زين، وتقدر ترفع تسوي الكمبوات المعتاده للمترايف. وفي حركه حلوه حاطين لك يعقوب انت قاعد تطقه يطلع عداد على اليمين، شنو هذا كرول وديرتي هذا اللي هو الرانكينج، ان يعني انت كل ما انت تبدع بالكومبوز وتنوع راح يبلش لهم مثل الرانك، عرفت شلون؟ عشان لا توقف، عشان لا توقف، هي مثل سكور سيستم، عرفت؟ توقف توقف اختار يعني الحركه تطلع. ايوه هي توقيت، هذه صعبه شوي حركات زين. وفي السحبه اللي هو اسحبها لعندي، هذه تكون مات الديمن، هذه مات الانجل اسحب نفسي لعنده، مات الديمنز اللي هي اسحب الديمن اللي عندي، هذا اخر واحد خلنا اسحبه كذي، اسحب نفسي يعني. فيها سوالف ستايلش، انت لو تحفظ الحركات راح تفهم شلون مثل ما تقول تشبك الحركه ورا الحركه الثانيه. الحين ابي اوصل حق الكاميرا اللي فوق، العين هذه اللي فوق، عرفت شلون؟ لازم اتسلق واروح لها مثل ما تقول عن طريق البلاتفورمينج. وصلت لها من هالمسافه؟ لا، فالحين لازم استخدم المرحله بحيث انه اصعد اتسلق للعين هذه. يعني عندك هوك شوت او الثانيه ما يسمونه اللي هو جرابلينج هوك، جرابلينج هوك تقدر تقول، يعني شيء تتحكم فيه بالمرحله، يعطونك يعني نوع من البلاتفورمينج عن طريق السحبه هذه. ودانت هني هم بعد يعني تحسه كشخصيه لحين ستايلش نفس القديم، يعني ما راح تحس انك ضايع يعني كشخصيات، عرفت شلون؟ يعني كفرق بينه وبين الجزء دانت القديم، لحين برنطي، لحين يحب يطنز على الوحش اللي قدامه يشوف روحه عليه، يعني هذا دانتي، هذا من يعني اساسيات شخصيه دانتي. صح، بس هني حاطينه شوي يعني لما يقط شيء يقطها صح، يعني لما يعلق تعليقاته وايد بوقتها حلوه، يعني عرفت شلون؟ اللعبه ذكرتني بايونتا، المدينه نفس في مدينه بايونتا تشبهها نوعا ما، خصوصا فتنه تكسر تمشي على الطوفه والسوالف. الحركات هذه انا احبها، اللي المدينه تستفزك، فتطلع لك مثل التكست كتابات، يعني هذا اخراج البط. ايه لازم ارميها المسدس عشان نطقها. هذا ديما سريع طلعت وما تروح مو يعني هي تقول. فشوف الحين هذا مثل الارضيه تو انشالت راحت، فلازم انط فوقها، عرفت؟ يعني المدينه تغير وانت تتحرك، عرفت شلون؟ وايد لمسه حلوه، وما شفت احد يسويها من قبل بهالطريقه. يعني رسم اللعبة حلو ترى، أنا عجبني وايد رسم الأرت ستايل حلو. إيه تعال هني طبعا عند المكره كلها عن الطيق، لازم تبين الطيق شو صار. هذا لازم يشيل ماله، شوف تستخدم الديمن رفعه بس لتحت، تعال سلام قص، ما تنبط شبدك من واحد يموت بسرعة، ودك تكمل عليكم. في وحوش طاقاتهم وايد، بس عاد تعال وصل يعني هذا 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 مرة سنتي بالفرع عجيب. ايوه طاقته وايد كفر. هذا الانجلز يعني لازم تستخدم عليه اسلحه الانجلز؟ لا في اكو، في هذول كلهم ديمونز، بس في ديمونز لازم تستخدم عليها اسلحه معينه. طبعا كل شيء بالالوان بهاللعبه، يعني انت باللون راح تعرف الوحش، مثلا اذا لونه ازرق او مثلا اذا عليه جلو ازرق معناته تستخدم عليه اسلحه الانجلز، اذا جلو احمر عليه تستخدم عليه اسلحه الديمونز، عرفت شلون؟ يعني ما يعني في فيجوال كيوز راح تعرف، يعني من بس انك تشوف راح تعرف. حتى الاماكن اللي انت تسوي فيها جرابل وتسحب نفسك وكذي، اذا مكان اذا شيء، شوف هذه من الحركات الحلوه باللعبه. اذا في شيء محطوط عليه لون احمر معناته تستخدم فيه الانجل او ديمون هوك، والعكس مع الازرق. انا اول مره اشوف مدينه انت بتذبح واحد بس، هي من ما تقول العالم هذا كله هو عالم الديمونز، عرفت؟ فكل شيء بيذبح دانتي. شوف هذا الوحش مثلا، لانه شاب ازرق كذي، اذا استخدمت عليه اي سلاح غير سلاح الانجلز ما راح يضبط عليه. شوف الحين بستخدم ديمون ويبن، شوف ما يردك، بس اذا استخدمت الانجل ويبن لده شاورما بيقل. قطع يا معلم. الحين شعور القتال ترى حلو السريع. اي اللي شوف اللي يقول ان دبل ماي كراي لانها مو كابكوم سويتها
فاختربت اختربت ما عنده سالفه اصلا. اصلا كابكوم كانوا مع نينجا ثيري بالتطوير على اساس انه يعطونهم زي ما تقول نصايح بالنسبه حق الباتل سيستم، عرفت شلون؟ فاللي لاعب ده في الميكراي القدم ما راح يحس انه ضايع بال يعني ترزنك، يعني راح يحس انه لعب قاعد يلعب لعبه ديمي ميكراي. انا بصراحه ما حسيت اني ضعت، يعني كل الشغلات اللي كنت اسويها ديمي ميكراي ولا اقدر اسويها هنا. اوكي احنا الحين المريخ هذا راح، ما في لوكان. لا تلاحظ ان انا قاعد استخدم، لا ما في لوكان باللعبه. لا تلاحظ انا قاعد استخدم قالت الكاميرا ديمي ميكراي القدم، يعني حسب علمي ما كان فيها سالفة إن فيها تحرك حكم الكاميرا، هذا غالبا تكون يعني كاميرا ثابتة. ما لعبت فور، يمكن فور أنا ما أذكر فور لو المشاهدين يقدرون يذكروني زين. بس أسلحة الديمن أحسن من الإنجز الأول يعني. لا هو يعتمد حيل يعتمد، يعني شوف أنا عندي سلاح ديمن ثاني بالبساط، هو يعتمد حيل على استخدامك، عرفت شلون؟ يعني تحس إنه في طقة يعني. صح، بس الانجل ويبنز هم اللي يزيدون الكومبو مالك، عرفت؟ هم اللي احس ان لانهم يطقون وايد فالكومبو مالك يصير اطول، عرفت؟ بوش ما عليك. بس تلاحظ شوف هي ما فيها لوك اون، بس دارتي غالبا مبرمجينها على اساس انه يقدر ما تقول يتحرك مع الوحش، فاتجاهها دائما يعني هي فيها لوك اون بس ما تحس فيها، عرفت؟ وين كنا شيء طيب. في اكو مود هسه ما وصلت انا بالقصة على اساس ان اوريك اياه، انه يتحول اسمه هو الديفل تريجر ماله او الديفل تريجر، فشعره يقلب ابيض لبسه يقلب احمر ويوقف الدنيا ويطق الكل ويصير سريع، يعني يصير دانتي القديم. فالحين خلينا اوريك هذا سالفة الديفينيتي ستاتشو. لما تدخل هنا تقدر تشتري ابجريدز تطور دانتي. بتلاحظ انا عندي دائرة بيضاء عليها رقم يمها رقم واحد، هذا مثل ما تقول اكسبيرينس اللي تصرف منه حق الحركات. فلما تدش هنا على الحركات عندك الابيليتيز، اول شيء الابيليتيز مال دانتي نفسه، وهني الاسلحه كلها اللي انا طلعتها للحين. فتدخل انت هنا على الابيليتيز يوريك فيديو شكل الحركه شلون بتكون، وهم بعد اذا تبي تجرب الحركه تقدر. فانا خلنا نفرض انا الحين عندي شاري هذه دي من ايفيد، زين خلنا نفرض ابي انجل ايفيد بس ما ابي اشتريها على طول، ابي اجربها. اقدر ادش مثل ما تقول اجرب الحركه نفسها، خلينا نجربها حركات عشان ما توهق تشتريها شوف تطيح بكبدك. اي لا بس حتى لو طاحت بكبدك يا حمد زين تقدر تسوي شغله حلوه. خلاص جربنا الحركه، شنو الشغله الحلوه؟ انا الحين افرض صرفت على دي من ايفيد وانا ما بيها، شريت ابيليتي ما بي خايس، اقدر اشيلها وراح اشتري فيها شيء ثاني. اي انت ما شريت، انت تحط نقاط حركه وبعدين تقدر تشيل النقاط وتحطها بحركه ثانيه. بالضبط. فدائما يعني تقدر تصرف على كيفك، عرفت شلون؟ هذه شغله وايد حلوه. وهم بعد حق الحركات نفس الحاله، تقدر تشوف الكومبوات يوريك مثلا تاثير الكومبو ايش راح يسوي اذا شريت ليفل 2 منه. الحركه هذه مثلا جديده انا ما عندي اياها، بس خلينا نشوف شنو شكلها، مثلا هذه ترفع زياده، يعني فيها شغلات وايد حلوه. حطك يعني يقول لك انه انطر طقطقتين مثلا واي بعدين انطر شوي بعدين طق واي. ايه ف يعني شوف هذه حركاته مالت المسدسات، تشتريها هذه، وعنده واحده ثانيه اللي العكس من تحت لفوق، هذه جديده انزين. فيعني وفي ايتمز بعد تقدر تشتري ايتمز تهيل ما تهيل السوالف هذه، وعندك اللي هي شو يسمونه ما ترزرك، اذا مت تقوم بالجولدن اورب يعني كونتينيو. فطبعا اذا ما شريت من نص المرحله تقدر بنهايه اي مرحله او بدايه كل مرحله جديده تقدر تشتري نقاط، تشتري شو يسمونه ابجريدز وكذي اذا كان عندك. شنو بعد حمد ودك تسالني عن اللعبه؟ شلون الرسم؟ انا قاعد اشوفها صراحه وايد حلوه، ما يمكن تلعبت اكثر من الاماكن هذه، يعني انا قاعد اشوفها وايد ملونه اللعبه. هي شوف ملونه في اماكن صدق تحسها ملونه، وفي اماكن يعني شوف هنا طبعا كبركي هذا بطل لك، اذا لقيت مفتاح بطلت الباب هذا راح يبطل لك تشالنج مود، هو سيكرت ميشنز.
زين. بس بالنسبه حق المراحل لا، في مراحل تحسها فاتحه، في مراحل غامجه، ما راح تحس بنفس الشيء على طول، عرفت يعني؟ شوف هذا الحين العالم هذا مقارنه حق اللي تونا كنا فيه. زين التشالنج يقول هني توصل، نوصل الهدف قبل ما يخلص الوقت، يعني سباق. اي فالحين عندي دقيقه لازم اوصل حق الهدف، فالظاهر هذا تشالنج بلاتفورمينج بحت. صدق ذكرني بدارك سايدرز المكان هذا، صح فيها شويه من دارك سايدرز زي. الحين ان شاء الله اقدر عد ما اخسر فيها سويها. واحد ثاني يروح. ايوه عدل، ياخذ الوقت عدل، دوس ما في ركبه. هذا اسرع ركبه الحين عندي، ما ادري اذا بعدين في ابجريد اعطيك ركبه اسرع، بس اشك، ما اعتقد فيه. بس ما تحس ان اللعبه بطيئه يعني؟ هذا ايش حاط لك؟ ايه فينيش لاين. ايه شوف اللعبه ترى اسمها حلو. طبعا نفس زلدة تجمع اربعه من هذه تزيد الماكس هيلث مالك. يا سلام، عرفت شلون؟ هيلث كروس. والحين يعني بكل مرحله فيها سيكرت ميشن نفس الاجزاء القديمه، لازم تجمع مفاتيح عشان تبطل بيبان مود سيكرت ميشن، فيعني فيها نوع من انك تدور، يعني يحفزونك انك تدور المراحل. هذا اول كاميرا الى الجحيم. زين نوصل لها. يه عدل. اوكي في تشالنج ثاني. انا على بالي كان بس تشالنج بكل مرحله، بس تحتاج مفتاح ثاني. بس تحتاج مفتاح ثاني. من وين تشتري مفاتيح؟ انت قلت لك تدور عليهم. يعني تدور على الباب وتدور على المفتاح. ما اقدر اسيده. تدور اي، تدور على المفتاح بعدين تدور على الباب عشان تبطل فيه. طبعا هو مو اي مفتاح يبطل اي باب، يعني كوبر، اي باب كوبر تقدر تبطله باي مفتاح كوبر. بس عاد انت يعني مثلا كنت اقدر اطوف الباب المساع وابطل الباب هذا، عرفت؟ ما اقدر اتعلق فوق هنا، لازم اصعد لمصوب ثاني. عموما يعني هذه اللعبه باختصار. البوس فيها بوس فايتس، بس يعني ما ابي احط لكم بوس فايتس بفيديو نظر سريعه، بس ما احرق عليكم. لا اهم شيء الجيم بلاي، الفايت العادي هو اتوقع هو الجيم بلاي هو اهم شيء، هو اساس اللعبه يعني. هو اساس اللعبه بالضبط، لان الشعور اللي يبينه وايد حلو، فاتوقع الناس اللي ناطرين هاللعبه راح يكونون وايد مستانسين. صح، بالاخير انا منهم صراحه. اتوقع للناس اللي راح تعجبهم هاللعبه راح يكونون الفانز حق لعبه نينجا جايدن، او اللي لعبوا بايونيتا وحبوها. طبعا اكيد اللي حبوا ديفل ميكراي القدم، شوف يعني شوف المفروض انه ما يطوفون. اذا انت حاط ببالك ان هذا الدانتي غير عن الدانتي اللي احنا متعودين عليه، ترى يعني هالكلام هذا فاضي. لا، جزء جديد يعني، جزء جديد وسلسله جديده. يعني انت خليك متفتح بسافه الافكار الجديده، عرفت؟ يعني انا الصراحه وايد مستانس على اللي لعبته واللي شفته بهالجزء، بغض النظر اذا هذا الدانتي اللي احنا متعودين عليه ولا لا. يعني بالعكس، هي لعبه ديفل ميكراي اولا واخرا، حتى شعورها شعور لعبه ديفل ميكراي، ولعبه حلوه، ولعبه حلوه بالضبط. يعني صدق تستاهل، تستاهل وقتكم، وتستاهل يعني تعال هني اهتمامكم. عشان بيطق قاعد هذا طبعا دانتي برمطي يعني، ما يعني لازم يطنز على شيء على اخر. الحين نشيل هذا ونسحب تلو قصه بالنص. تعال مع الصوب. زين الحين نكمل هالصوب. اقدر يجني. زين يا سلام، والله انك فنان. بطل لنا الحين ولا في بعد كاميرا؟ شنو في بعد؟ لازم تطلع الحوش، لازم تفنتك حاليا. كراته في بيري، بس قواتيره في بيري. هي في الايفيد مثلا الديمن ايفيد والانجل ايفيد. الحين عندي الديمن ايفيد، خليني اوريك اياه ان شاء الله ما بوشه. لا مرتين لا مره واحده، هذا مره واحده، هذا غير. لازم اطقه تقولي ان شاء الله ما طالع دم. شوف الحين اعطاني دمج بوست. عرفت شلون؟ اي بط، هذا شيء زين. بس عاد يطقون ما يطلعونك وايد، بس انا حاطين عسوله نوع ما سهله، فلا تشيل الجنود وقتي. والله ما اخذ شيل. تقتل له؟ اي اقدر 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 افتش الشيل. زين الحين فيه نخلص عليه مع سريع حمد. طق الصغار اول عشان تتوحد بهذاك، ترى جايك. اي شفته. تعال هني، تعال هني. صد ولا صد. اوه طلع لي ماروزنتيفر نفسه، بس مو حاط خيش.
خلونا نغير البوكسات. اهم شيء حلو انك تغير وانت قاعد تلعب، ما تحتاج تدش منيو ولا شيء. اي يعني ما وايد وايد سلسه اللعبه يعني، انا استانست على الحركات هذه. شوفوا كيف تطق واحده وتيابك من الهواء. نوريا عادي طق الاخير لازم نستايلش بزياده عادي تكون زوم وما زوم والسوالف هذه. الحين نكمل هني بعد هذه هو اللعبه. انا صح حق اي واحد يحب العاب الاكشن بشكل عام، يعني من العاب الاكشن ب 2013 المفروض ما تطوفون. شوف هذه اهم شغلات الحلوه باللعبه، انحش المدينه في المدينه حش. المدينه تتحرك المرحله تغير يعني فيزكس حلو ترى شيء احسه حتى برمجيا صعب يعني عشان فول يعطيهم العافيه صراحه. وايد حلوه الحركه. اطالع وراك، ودي اطالع وراي تصدق. تشوف اللعبة شلون العالم قاعد يتغير. اوف يهجم علي. بعد بس هذا اللايتنج وايد حلو. هذا اللي عندي يعني الصراحه. لا تطوفكم اللعبه، يعطيك الف عافيه. واتوقع يعني هذه كانت نظره وايد شيقه عجيبه الصراحه النظره. واذا عجبكم الفيديو سووا لايك وسبسكرايب. اللعبه الحين موجوده على الاكس بوكس البلاي ستيشن 3 والبي سي. اذا عجبكم الفيديو مثل ما قلنا لكم لايك وسبسكرايب. اذا عجبتكم اللعبه قولوا لنا، واذا عندكم اي اسئله بالكومنتس ان شاء الله راح ارد عليكم. ولا صح يعقوب راح يرد عليكم ان شاء الله. ويعطيكم الف عافيه ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات ثانيه. يعطيك العافيه يا يعقوب. الله يعافيك. اللي يبي يكمل اخر فيديو بس بوريكم شغله حلوه. هي يمكن تعتبر مو سبويلر بس فكره حلوه بهالمكان شلون يتغير، يعني شلون ما اقول لك العالم يتغير وانت قاعد تحرك تفوز. في فكره وايد حلوه بنهايه هالممر هذا. فاللي يبي يكمل معنا لاخر شيء، واللي حاب انه ينبهر باللعبه ينبهر فيها بروحه تقدر توقف الفيديو الحين خلاص. انا بلعب اللعبه يعني امشي الحين. لا زي الفكره ترى تنعاد وايد بس هني صايره واضحه حلوه. بس خلص الحليله تقدر تبلش فيه بانجلز ويبنز بعدين تكمل عليه ديمن، ولا ديمن ما ينفع عليه كلش؟ هذا لا هذا بس انجل ويبنز بس. لاحظ بس قاعد اقدر استخدم سيف عادي ما اقدر. شوف بس انجل ويبنز مليق الحوش ومنشار حوش غير يا ابو منشار. اتوقع بيكون حيل مليق بالصعوبه العاليه. مش بصره شكله ما تقطع طقه ما تقصر له يعرض ترى يعرض. هذا لعبت اللعبه كلها دي من هو بس فيه. راح تستمر تشوف فائده الانجل اوبنز بعدين. ما فيهم شعور، ما فيهم الفيلينج طق. شوف السكور مالي، شوف المالتي بلاير مالي شلون صعد من سالفه حولت انجل ويبن وقام يطق طرق مختلفه. راح اعطوك التايتل شريدر فرام. شوف البطه، شوف جاي يضغط عليه. بوس فايت هذا؟ مو بوس فايت، هذا كريب عادي، بس أول مرة يطلع لك كريب. عادي البطة. نعم فيه. شنو قاعد يتكسر؟ إيه هو يتكسر. صح شوف هني الفكره الحلوه. احنا لازم نحاش انا من المكان اللي انا فيه اللي هو كنا الكنيسه. زين لازم اوصل هني. شوف مو راضي يوصل.
يذلونك حد يذلون لا يا المليق هوبا حركات يعني حتى مع انه ممر صغير بس طلعوا لك يا بخرج خلوه شيء عجيب كنا مو راضي يخلص ما تقدر توصل في اكشن خش يعطيكم العافيه يلا شكرا يا يعقوب حياك الله